وخلال استضافتها في نشرة سابقة، أكدت سعادة السيد هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى عضو لجنة الخدمات في المجلس أن التجانس والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومختلف الجهات الخاصة والأهلية ساهم في تحقيق برامج التنمية الوطنية. طبعا السلطات الثلاث في مملكة البحرين، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، جميعها تعمل بتنسيق دائم وتعاون مستمر مع الجهات الخاصة، القطاع الخاص، مؤسسات المجتمع المدني، كل على حسب اختصاصه. فنحن مثلا في السلطة التشريعية عند دراسة التشريعات أيضا نستأنس بآراء هذه الجهات لضمان الصورة الكاملة للتشريع، الصورة الإجمالية، لضمان أنه التشريع يصدر والكل أعطى رأيه وأخذ برأيه في هذه التشريعات.